وصلنا للمساحة الطبية يا ليلى. تماما يا رشا، اليوم رح نحكي عن أبرز المشكلات اللي بتعاني منها معظم السيدات، وهي الالتهابات النسائية اللي بتصيب السيدات بمراحل عمرية مختلفة، لكن في حال تم تجاهلها أو عدم علاجها بالوقت المناسب ممكن تسبب لا مضاعفات لا عوامل خطورة وأيضا لمشاكل على المدى البعيد يا رشا. أكيد قبل ما نروح لمرحلة الخطورة ونفوت بالأمور بموضوع العلاج اللي بتكون كتير رحلة صعبة إن كان على الطبيب وعلى المريضة، وقبل ما تروح للعقم خلينا نعرف شو أعراض هي الالتهابات، شو هي خطة العلاج، وهل اليوم التشيك الدوري على صحة المرأة عم يكون من العوامل الوقائية؟ أكيد أمور كتير مهمة حنتناقشها مع ضيفنا لليوم، وهو الدكتور هيثم عباسي، أخصائي أمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. يسعد صباحك يا دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. المستمعين إلنا وأهلا وسهلا بكم في الجميع. بداية دكتور خلينا نعرف بتعريفك مبسط شو هي الالتهابات النسائية بشكل عام. أول شيء الالتهابات النسائية مثل أي التهابات تحدث بالجسم إلى أسباب مختلفة، الأسباب هي تؤدي لأعراض سريرية كمان مختلفة، فلحنا رح نأخذ اليوم بشكل مختصر الالتهابات بشكل ميكس يعني مختلط، هي بتراجعنا فيها المريضات بجميع أشكالها بدون ما نوقف عند حيز معين من الالتهابات بشكل نوعي وفردي. فبهذه الحالة أول شيء يجب تحديد عمر الالتهابات النسائية من متى تصيب إلى متى تصيب. الالتهابات النسائية بإمكانها أن تصيب بأعمار متفاوتة وليس لها رابط فقط بالعلاقة الجنسية، معناتها هي تصيب الفتيات وتصيب السيدات المتزوجات. إهمال العلاج بالوقت المناسب يؤدي إلى اختلاطات كثيرة، ليس فقط الالتهابات النسائية اختلاطاتها هو عسرة التبول أو ألم أو الحرقة البولية، بإمكان أن تصل إلى أكثر من ذلك وأن تؤدي إلى اختلاطات، تؤدي إلى التصاقات الأعضاء الجهازية في البطن وتؤدي لداء حوضي التهابي وهو ليس له علاج. فمن أكبر اختلاطات هو أنه يؤدي للالتهابات النسائية، الكومبليكيشن الكبير هو داء التهابي حوضي. طيب رح نرجع حكي منضوي على الشيء اللي حكيته بالعوامل الخطورة بمرحلة الإهمال لهدول الالتهابات، ولكن اليوم كيف اليوم الصبية قادرة تعرف أنه هي عم تعاني من التهابات؟ وأيضا رح ننوه أيضا على ما أيضا الذكور يعني إذا كان في عندهم التهابات. الأول شيء نحن بشكل عام خلينا ناخذ الأعراض السرية الالتهابية بغض النظر عن العلاقة الجنسية، يعني شو الأعراض الالتهابية؟ الأعراض الالتهابية تتظاهر بشكل بسيط. أول شيء المفرزات المهبلية، يعني نحن بشكل عام فيزيولوجيا الجسم عند الفتاة يفرز يوميا من 7 ل 15 جرام فقط سوائل مهبلية شفافة عندما تتعرض للهواء تصير أقرب للصفار. فعندما تكون هذه المفرزات كميات كبيرة ولها ألوان مختلفة بين الأخضر أو الأحمر أو الصديدي، فمعنات هذه الحالة أن الالتهابات صار فترة طويلة من الزمن، وكلما زادت المفرزات الالتهابية البولية التناسلية عند الفتاة تترافق بعدين بعد فترة من الزمن بشعور بالحكة وتخرش الجلد في المنطقة التناسلية. طبعا بمجرد وصلنا للحالة هي معناتها الالتهابات ما صار يوم واثنين وثلاثة، صار لها أشهر. فالأسف الشديد هم بالحالة هي يجب أن نتعامل مع المرض أنه صار شكل مزمن هذا. يترافق هذا الموضوع كل ما زادت العلاقة الجنسية حدة سوءا فأسوأ فأسوأ إذا لم يكن هناك العلاج للطرفين. فمعناتها كمان الإصابة تكون للطرفين وليس للطرف واحد، مثل ما بعامة الشعب تراجعنا المرضى مثلا بتقول لك أنه مثلا أخذ دواء جوزي ما بدي أخذ دواء، هذا غير صحيح. فمعناتها تصيب بشكل إفرادي الأنثى وتصيب نتيجة الأعمال العلاقة الجنسية ويجب للمعالجة للطرفين. تمام دكتور، قبل ما نحكي ونتوسع أكثر بمراحل العلاج من بدايتها لحد المراحل النهائية فيها، خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية للالتهابات النسائية. ذكرت حضرتك أنه بتصيب الفتيات العازبات وبتصيب السيدات المتزوجات، خلينا نحكي عن الأسباب للطرفين بشكل مختصر. الالتهابات النسائية أو الالتهابات الأنثوية، أول شيء التوزع الفيزيولوجي للجسم عند المرأة على الشكل التالي: الإحليل ومن ثم المهبل ومن ثم منطقة الشرج، والمسافة قريبة وجدارية بينهم. فعملية التنظيف اليومي والوقاية اليومية يجب أن تكون بشكل صحيح وهي من الأمام للخلف، أي بعد التغوط بعد التبول أو أي شيء يجب أن يكون التغسيل والنظافة من الأمام للخلف. أي شيء مخالف لهذا يؤدي للإسراع لوجود التهابات وانتقال جراثيم أو عضويات تنتقل إلى المنطقة المهبلية. أي واحد. اثنين،
عمليه النظافه اليوميه. النظافه اليوميه عندما يكون هناك اي مفرزات او رائحه او شيء، واستعمال المعطرات بشكل تالك او بشكل زيوت، فهذا يزيد من الآفة المرضية، لأنه نحن حنزيد حنخبي الآفة المرضية وحنزيد مشكلة. معناتها كمان الموضوع الثاني، الموضوع الثالث التي يصير عنا، إذا كانت الملابس هي عبارة عن مواد قاسية وعاتمة وغير نسيج طبيعي، يعني من القطن يفضل، خاصة الملابس الداخلية، نعم، وتبدل بشكل دوري كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم. ثالث شيء عندنا وسائل نزع الأشعار أو ما شابه ذلك، هي يجب أن تكون ملتزم بنظافة كاملة وأن تستعمل المعقمات قبل وبعد هذا الموضوع. الموضوع الرابع، عندما تذهب الفتاة لقياس ملابس في أي مكان من الأسواق، يجب أن تكون مرتدية ملابس داخلية واقية لها، لأنه بيجوز يكون ارتداء هذه الملابس من قبل أشخاص حاملين لأمراض معينة تنتقل للفتاة مباشرة وأدي لإصابات غير محمودة. خامسا، ممكن كمان يصير عندنا الالتهابات النسائية من استعمال المواد المستعملة من أشخاص أخرى أو ارتداء ملابس لأشخاص آخرين. معناتها نحن هنا لهلأ ما عربنا على شيء على علاقة جنسية أو ما شابه، نلاحظ أنه هذا حياتنا اليومية، الأخطاء المرتكبة ممكن تؤدي لالتهابات واختلاطات كبيرة. الموضوع الثاني بقى بتجي هون العلاقة الجنسية، العلاقة الجنسية ممكن أن تلعب إذا كان الذكر مصاب، أو بجوز من مناعة ذاتية بين الطرفين تؤدي لالتهابات نسائية، أو إذا كان عدد الشركاء الجنسيين أكثر، إذا متجوز واحد مثلا اثنتين وثلاثة وأربعة، فهون بيكون العدوى للجميع ويكون هو السبب المعالي. هذه طيب دكتور، ذكرت حضرتك نقطة ضويت عليها وهي عوامل الخطورة في حال تم الإهمال لموضوع الالتهابات. نحن رايحين على موضوع الحرمان من الأطفال يعني في بعض الحالات، خلينا نتوسع أكثر بهذه الفكرة. طيب نحن خلينا نقول الالتهابات كيف تصيب. الالتهابات هي بتيجي بطريق صاعد، يعني من الخارج للمهبل، من المهبل للعنق، من العنق للرحم، من الرحم للبوقين، ومن ثم بتدخل إلى البطن. معناتها نحن طريق الالتهابات اللي يؤدي لحالات العقم عند الأنثى هو طريق طويل وليس آني، لأنه نحن بنعرف الوسط المهبلي هو وسط حامضي، فهمت شلون؟ وبعدين بتنتقل الأمور بشكل تدريجي عنا الرحم كل شهر بكب محتوياته خارج بالدورة الشهرية، معناتها نوصل الأبواق والبطن في مسافة طويلة. طيب وقت تصل هي المسافة الالتهابية إنه دخلت للبطن، معناتها نحن صار عنا تمركز للجراثيم والبكتيريا والفيروسات، أدت مباشرة كلياتها إلى تغير النسيج الطبيعي الفيزيولوجي وآلية العمل فيه، تؤدي أحيانا إلى انسداد الأبواق وتوزمات في الأبواق، ومن ثم تحيط الأبواق بنسج التهابية متوزمة اللي تؤدي مباشرة إلى حالة العقم وعدم نفوذية النطاف والبويضة للقاء الجنسي. تمام دكتور. وكثير من الشائعات او المقولات انه الالتهابات النسائيه كثرتها في سيدات بيتعالجوا منها لكن بترجع بمراحل معينه، هل هذا هو مسبب، او الالتهابات بشكل عام هي مسبب لسرطان الرحم؟ هلا اول شيء الالتهابات النسائيه المتكرره هو بسبب العلاج غير صحيح. اذا كان امراه متزوجه فيجب ان يعالج الشريك الجنسي معها. اثنين، يجب ايجاد العلاج المناسب للاصابه المرضيه الموجوده عندها، يعني ما بصير نختار نحن صادات معينة، يعني مثلا كثير بيجع مرضى كثير عند ياخذوا معالجات لوكال تريتمنت، يعني ياخذوا معالجات اما تحميله او بويضات او مرايم، وهذا غير كافي، العلاج الموضع غير كافي، يجب ان يكون علاج جهازي. العلاج الجهازي يجب ان يختار به العلاج الموافق للجرثومه او للاصابه الموجوده. عندما تصاب عندي عنق الرحم بشكل متكرر يؤدي لتقرحات عنقيه، التقرحات العنقيه مع المستقبل بصير فيها تغير نسيجي، تغير نسيجي بصير عندنا هيبربلاجيا، ومن ثم بصير عندنا سرطانات عنق رحم او انسداد الخلايا، وبصير عندنا عقد نابوتيه تسيء للوضع الفيزيولوجي الطبيعي. معناتها هو العلاقه او الالتهاب البولي التناسلي ليس هو الطريق المباشر للسرطانات، لكن التحولات النسيجيه ممكن ان تؤدي الى هذه الاصابات. ممكن طيب حكيم، بنشوف بعض التصرفات العشوائية، انه صبية بتروح فورا على الصيدلية وبتاخذ الغسول وبتاخذ ان كانت حامل الحبوب اللي هو يعني بمساعدة الصيدلي الموجود، ولكن هذا الشيء قديش ممكن يكون له اثار سلبية بموضوع العلاج؟ هلا اول شيء خلينا نتفق على شغلة واحدة، انه نحن الالتهابات النسائية هي بشكل نبضي، يعني بتجي هي بشكل حاد وبتتراجع بعد 48 ساعة.
بشكل حال بتأتي هي بالتهابات بولية تناسلية، حس السلس، حس البول، ألم البولي، عدم إمكانية التبول، وبتستمر الحالة أسوأ فأسوأ. بيعمل وجع أسفل البطن، أسفل البطن، أسفل البطن، حس التبول غير الصحيح، عسرة التبول، حس الامتلاء، هذا كلياته بيصير عنا وللأسف شيء تزداد شدة. هلأ المشكلة هون تجي وقت نحن ناخذ دواء غير صحيح، تحول الآفة المرضية من آفة مرضية مصابة إلى آفة مرضية مزمنة. يعني نحن وقت ناخذ تحميلة أو ناخذ بويضة أو ناخذ شيء، فنحن للأسف الشديد رح نعمل شو؟ نخبي المرض وخليه يتفاقم وينتقل من مرحلة لمرحلة بدون ما نشعر فيه. فالعلاج غير صحيح، وخاصة بالأشخاص الغير الكفؤ للمعالجة، وقت بيعطوا علاجات موضعة أو بسيطة يؤدوا إلى اختلاطات كبيرة بعدين تحدث بالمستقبل، فهذا غير صحيح. أنا رأيي أنه عندما تراجع المريضة الطبيب المناسب ويتم إجراء التحاليل المناسبة والفحص المناسب والفحص الدوري للمبل بشكل دوري على أساسها توصف. يعني هلأ إحنا بشكل عام إذا في كان علاقة جنسية عند الأنثى أقل شيء من 3-4 شهور يجب أن تلجأ إلى فحص إيكو وفحص مهبلي، يعني فحص جهازي ليس فقط بالإيكو، وذلك للتأكد عنا من وجود عقد نابوتية أو إذا في تقرحات عنقية أو ما شابه ذلك، لأنه هذه الأمور لا تظهر، الالتهابات لا تظهر بشكل مباشر على الإيكو. للأسف شديد نحن كثير أحيانا كنسائيين صرنا نستعيد عن الفحص النسائي أو كذا بالإيكو، هذا غير صحيح. يعني بسبب اختلاطات ونخفيها، يعني تظهر عندنا اختلاطات متأخرة بتكون إصابة صارت كبيرة. تمام دكتور، في كثير من السيدات بيخلطوا اليوم بين الالتهابات النسائية والتهاب المجاري البولية، هل الأعراض شوية بتتشابه حتى بيصير هذا الخلط بيناتهم؟ هلا هو لك شغل بشكل عام اسمه التهاب بولي تناسلي. للأسف الشديد كثير الناس مثلا بتقول لك أنا معي التهاب بولي، التهاب البولي يجب أن يترافق مع التهاب نسائي بشكل تام، يعني ما في إصابة نحن عنا بولية بمعزل عن التهاب النسائي أو التهاب النسائي بمعزل عن، لأن المسافة بيناتهم هي جدارية، فعندما تتفاقم الآفة البولية تنتقل الآفة بشكل مباشر وروتيني إلى المهبل وثم تتصاعد الأعلى، فهي العلاج يكون علاج متوافق للطرف البولي والتناسلي سواء. طيب دكتور، نشوف بعض الحالات ايضا عند الاطفال، يعني خاصه الاناث، يعني انه بمرحله كثير صغيره عندهم هي المشكله، شو ممكن تكون الاسباب بمرحله طبعا الطفولة؟ هون بقى المشكله تعود الى الام. نحن ما بدنا ناخذ العدوى الجهازيه من مثلا من تماس او ما شابه ذلك، رح ناخذ العدوى بابسط اشكالها وهي النظافه. نحن بنعرف انه كثير من حكينا في بدايه الموضوع تبعنا انه النظافه يجب ان تكتمل من الامام للخلف. فللاسف شديد استعمال البامبرز وتركه لفترات طويله بصير تماس عنا بالماده البرازيه او الماده البوليه مع الصماخ البولي ومع منطقه المهبل، فبتلاقي طفلي عمره مثلا 20 و25 يوم عند التهاب بولي تناسلي شديد. تمام. سببه هو سوء التواصل الام مع الطفله ونظافته. يعني هي يجب أن تكون مثلا نزع المادة البامبرز ينزع من الأمام للخلف، التنظيف من الأمام للخلف، تلاقي نحن كثير من النساء ينزعوا من الخلف الأمام الموضوع، فبتنتقل الجراثيم بكاملها إلى العضو التناسلي اللي بدوره حيصير فيه التهاب شديد وبأعمار مبكرة جدا جدا. صحيح. هذا أبسط التهاب ممكن نحسن. هلا بتيجي بقى الملابس للأطفال مثلا بنت عمرها 2 و3 و4، إذا عدم إشراف الأم على نظافة الفتاة بشكل جيد تزداد عندها التهابات نسائية. وهون رجعنا إنه التهابات البولية التناسلية لا تحدث فقط عند الممارسة الجنسية، تحدث بأشكال مختلفة. طيب اليوم علاجيا المعاملة مع الأطفال نفس الكبار دكتور، وخاصة هلا العلاج الشهور، هل بحتاج اليوم لنوع من أنواع التحاليل؟ طبعا يفضل هو احنا في عنا اذا ناخذ احنا العلاج الصحيح للالتهاب البولي التناسلي، اول شيء الشرط الاول يجب ان تاخذ ماده مخاطيه من المنطقه المصابه، ان ياخذ البول للزرع، 3 ان تتم المعالجه المؤقته ريثما تظهر عنا نتائج التحاليل التي تؤكد لنا انه نحن الادويه التي استعملناها هي صحيحه او يجب تعديلها. فالإصابة السريعة والشديدة يجب إيقاف شدة الألم، لكن قبل المعالجة يجب أن تأخذ الحيسيات للمخبر، هو ساعتها بتكون علاجنا صحيح. طب دكتور، شو الأعراض اليوم اللي بتظهر عند الطفلة لحتى الأم تعرف فعلا أنه هي عندها التهابات أو فورا أنه تراجع؟ أول شيء الطفلة إذا كانت أعمار دون السنة أو تحت السنتين، البكاء عند التبول، الحكة، الرائحة. هلا الاكبر من 2 بصير بقى هون اذا كان الاشراف الام ضعيف، يا سلام تارك البنت تنظف حالها وكذا،
سي عندها مفرزات شديدة على الملابس الداخلية كل ألوان الطيف بنشوفها يعني ورائحة وطبعا والحكة. هي قصص ظاهرية دكتور، شوية مراقبة من الأم أكيد اليوم هي قادرة تلاحظ على بنتها إذا في أي تغيير. والله في كثير بينا سيدة. طيب دكتور، ذكرنا موضوع الأمراض الخبيثة أنه ممكن يصل الموضوع التهابات لأمراض خبيثة، وهذا الشيء سبب تغير بالنسج، واليوم قديش بتاخذ وقت ليصير هذا التغيير بالنسج؟ هلا خلينا نحكي ببساطة، هو أنه نحن وقت بصير عندنا بشكل دوري الفحص النسائي الداخلي للمرأة على أقلها مرتين بالسنة، ما بنقول كل 3-4 أشهر. والله يا دكتور في كتير ما عندهم هاي القصة بصراحة، عند اللي يعني لك مرتين بالسنة أقلها. بصير إحنا بنلاحظ في التقرحات العنقية، التقرحات العنقية هي ظاهرة واضحة وتكون تزداد خاصة بعد الولادات إذا كان الشتر، يعني إنه كان العلاج ترميم العنق غير صحيح. فبهذه الحالة نحن يكون عندنا الالتهابات النسائية هي الشديدة، بصير تغير بالنسيج الحقولي الموجود في العنق. التغير هذا يجب أن تؤخذ من اللطاخة أو خزعة من عنق الرحم على أساس النتيجة الطالعة عند الطبيب التشريح المرضي، نحن بنأخذ ساعتها المعالجة. إذا لم تؤخذ بالحسبان هذه القصة، لا في كثير بيجينا أحيانا مثلا واحدة عندها تقرحات عنقية راحت عملت كي قبل أن تعمل لا لطاخة ولا خزعة، هذا غير صحيح، لانه اذا كان في اصابه مرضيه ورمي لا سمح الله رح تصير انتشارها اكثر. فمن هيك بالحاله هي معناتها التقرحات غيرت فيزيولوجيه العنق، فيزيولوجيه العنق تغيرت، النسيج بلش ينمو بشكل غير طبيعي، النسيج اللي صار ينمو بغير شكل طبيعي صار تحول النسيج فيه مع الوقت تحول الى نسيج خبيث. اما الزمن بجوز يكون ساعه، بجوز يكون شهر، بجوز يكون سنوات، يعني المشكله الاساس ما في نقول مثلا اذا واحدة عندها قرحه عنقيه والله روحي غيبي لك سنتين ورجعي، هذا غلط. هذا في قرحه، في لطاخة، في خزعة، حسب النتيجة يقرر مباشرة علاج اللطاخة بهالحالة. تمام دكتور، في كثير سيدات في حال صارت معهم الالتهابات النسائية راحوا لعند الطبيب المختص وتعالجوا، لكن لما رجعت تكررت رجعوا كرروا نفس الأدوية، خلص نحن جبنا الأدوية نفسها مرة تنتين ثلاثة، هل هذا الشيء صحيح؟ طبعا غير صحيح للأسف الشديد، كمان هي بنوع فيها كثير بشكل كبير احنا. انه بتلاقي مثلا المريضة وصفنا لها دواء مثلا علاجي هالاسبوع هذا، بعد 3-4 اشهر بصير عندها حاله قريبه لهالموضوع هذا، رد تاخذ الدواء. هلا شو بصير عندنا نحن بالحاله هي؟ بصير تمنع عنا يعني جرثومه او البكتيريا او الفيروس بصير يكتسب مناعه ذاتيه عن هالادويه هي. مشان هيك للاسف الشديد نحن وقت نعمل زرع بول او زرع مقاطيه مفرزات بنلاحظ انه نسبه التحسس الدوائي صارت قليله كثير، ليش؟ لانه يعني يكون تدخل من قبل الصيادله او بشكل فردي او مثلا رفيقته اخذت الدواء الفلاني ارتاحت عليه مشيت القصه، هذا كله غلط للاسف الشديد وغير صحيح. لأنه لكل حالة إلى علاجة وإلى توضع. طيب دكتور، اليوم من خلال عملك ومجالك وزملائك بنفس المجال الطبي، اليوم أنتم كمان عندكم رسالة كتير مهمة وهي التوعية والثقافة من خلال إن كان ندوات إن كان أونلاين إن كان الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صارت يعني مثل عم تجاري الإعلام خلينا نقول بسبب ظروف كثير، يعني اليوم قدامهم تواجدكم قدامهم ندوات التوعيه بهذا الموضوع. هلا شوفي الالتهابات النسائيه بحد ذاتها او الامراض الجهازيه تؤدي في نهايتها الى فقدان جزء كبير من نشاط الحياه. يعني اللي بصير عنده اصابه مرضيه مع كومبليكيشن، كل ما تعقدت كل ما بصير هذا الشخص تتراجع الاكتيفيتي تبعه النشاط، وبجوز احيانا تؤدي للوفاه اي مرض. فنحن اذا ما كان في توعيه ليس فقط على الاعلام وكذا، يجب ان تبدا التوعيه في المدارس. يعني المدرسه او المشرفه الطبيه او المشرفه الاجتماعيه في المدارس خاصه يجب ان تكون في جلسات لو شرح بسيط ومبسط موضوع هذا. طبعا الاطباء خلال عياداتهم عند يقوموا بواقع هذا، وحتى بالميديا نحن بالفيسبوك او ما شابه ما في واحد يمكن الطبيب الا الاقل من لما عنده صفحات وعم ينشر فيها الالتهاب. انت في شغله واحده، نحن وقت نقضي على المرض في بدايته نحن ريحنا حالنا وريحنا المجتمع، لان الاسره تفقد عامل اساسي النشيط الام، وقت الام بيكون عندها التهابات نسائيه وترفع حروري ومفرزات وتعب ووهن وترتفع الاصابه تبعها في البطن ومسمى للكليه و الى اخره، اكيد ما بتصفى عنصر فاعل بالاسره، حيصير هالاسره بتتدمر بتتراجع كلياتها، فيجب الحفاظ على هالموضوع هذا بشكل كبير. ثاني شيء المفهوم الذي يجب ان يكون موجود انه الذكر في الاسره انه لا يصاب، لا يصاب، ومش هو موجود الاصابه الموجوده مع الزوجه نفس الاصابه تبعه. نحن هون بمجتمعنا كثير بنعاني
انه احيانا يرفض الذكر المعالجات، وهذا غلط هذا الشيء. لانه المراه وقت تاخذ الدواء شهر واثنين وثلاثه بعدين ما عاد تستجيب على المعالجه، والسبب هو بيكون الزوج. هاي القصه. تمام دكتور، بدنا نتشكرك على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه، ونتمنى السلامه للعائلات كامله وللام وللزوجه وللابنيات. امين حكيم، شكرا لحضورك اليوم، يومك حلو، واكيد دائما نقول الصحه والسلامه لجميع الناس. شكرا لك دكتور، الله يعطيكم العافيه.